يا مساء الفل عليكم من أسوان. النهاردة جايين نجرب الأكل النوبي. احنا النهاردة في جامايكا جيست هاوس، هنجرب معظم الأكل النوبي المشهور بيه النوبيين، بس ما بيعملوش حد تاني غير النوبيين. هنجرب أكل اسمها القري وكرم مجيد والجبنة. الجبنة احنا كده عارفينها من قبل كده من أيام رحلات الجنوب بتاعت البحر الأحمر، بس تعالوا نشوفها هنا في أسوان طعمها مختلف ولا لأ. يلا بينا نشوف. احنا دلوقتي هنشوف الاكل بقى بيتعمل مع الحاجة نوال هنا، بس مش عايزانا صورها فخلاص انا هحترم رغبتها يعني. المهم انا اللي فهمته هنا ان الملوخية هنا نوعين، نوع صيفي ونوع شتوي. نوع الصيفي اللي هو الملوخية العادية الخضراء اللي بتيجي تتخرط وتتعمل وتطبخ عادي بنفس الطريقة العادية، وتاني حاجة الملوخية الشتوي. الملوخية الشتوي دي بتبقى عبارة عن ورق البسلة مع شوية حاجات تانية زي سبانخ وشوية خضرة وحاجات زي كده، بتتحط في الشوربة وبعد كده يعملوا لها تقلية وبعد كده ترش عليها بامية ناشفة من فوق. فتعالوا كده نشوف الحاجات دي بتتعمل ازاي. الأكلة دي اسمها القري، اسمها القري بالنوبي. فتعالوا نشوف بتتعمل ازاي. دي معمولة من ورق البسلة. بصي ده خضرة وسبانخ وملوخية. تمام، يعني دي خضرة دي ما لهاش علاقة بالأكل أصلاً؟ لا، الاثنين هيتخلطوا مع بعض. أوكي. دي بقى اللي ورق البسلة. أيوة دي ورق البسلة. ودي سبانخ مع خضرة. أيوة. تمام. وهو البامية مفروك بالده. دي بقى بامية مفروك بترش على الوش بعد. وهو على البوتاجاز. بتترش على الوش بعد ما تخلص. أيوة. الكربونات ده بنحطوها عليها ليه؟ كربونات بقى ايه؟ بنحطوها عشان ايه؟ هيفور، هيهري البتاع. بصي بصي. ايه رايك بس؟ What is that, garlic? garlic. ده العيش الشمسي اللي هو الملتوت. الملتوت؟ ايوه. بتقولوا عليه ملتوت مش شمسي؟ ايوه العيش بتاعنا الشمسي الملتوت، اسمه ملتوت بالنوبي. ماشي زي ما هو قال كده. No, no, ده oh my gosh. Same thing. It's like heaven. وقعت على البتاع. يا عم مش براحتك. موضوع كبير. جامدة. جامدة. احنا من الملوخية. صح كده؟ احنا من الملوخية العادية. رهيبة. رهيبة والله العظيم جامدة. نانس فريش. فيها طعم سبانخ سيكا مع باينة سبانخ بس. يعني فيها لمحة كده من السبانخ، بس هي مختلفة، مش سبانخ ومش ملوخية، هي طعمها جديد. حلوة جامدة بصراحة. وبعدين احنا بس اللي بنعمله. والرنجاكوت ده النوبيين بس اللي بيعملوه، بس مفيش حد تاني. الجاكوت ده بالكنز بتاعنا، واتر ده بالفاجيكي. لا مش ايه، استنى على الكلام. انت باللغه الفاجيكيه اسمه اتر. اتر ايه اللغه الفاجيكيه؟ الفاجيكيه دي القبيله اللي هو النوبيين. احنا في مصر. شكرا شكرا شكرا. في مصر الموجودين في مصر الكنوز والفاجيكات. الموجودين في ناحيه اسوان دول الكنوز. اللي هو احنا المتوكين، انما الفجكات اللي هم اتهجروا لما بنوا السد العالي. التهجير متقسمين قبائل يعني. قبائل هم الموجودين في مصر قبيلتين. بس بقى في السودان بقى في دناجله وفي الحلفويه تمام. حلو
والمحاسوي. معلش بعد اذنك بس عشان اكل. بس عشان حاسس انت واخد راحتك اللي زي. اجيب العيش انا. ماشي هات عيش. جرب ال اورنج ايه؟ اورنج اكود. العيش غرق في العيش غرق في البتاع يا جدعان. فلة جميلة. موضوع كبير. اه لا خطيرة والله خطيرة. في حوار هنا. I like it. You know I like food. But yeah. This is good. This they made it in another way with eggs. I want to try it with eggs. خلصنا. Okay. سامعين يا جدعان؟ سامعين صوت اللهلبة؟ صوتها جامد. نجرب بقى ايه الملوخية بالبيض اللي هي القري او الايه تاني كده اورنج اكود. عالمي جامد. حلوة قوي. انا ممكن اصلا يعني خلاص نقفل الفيديو على كده وارجع انا اكمل اكل مع نفسي بقى. جامد. يعني عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن اكل بيض بالبتاع ده بيض بالملوخية. بس دي جامدة والله العظيم. من داخل المطبخ من جنب طنط نوال اللي مش راضية تطلع معايا في الفيديو. بنستنين الكرم مديد. كرم مديد يا طنط صح؟ كرم مديد؟ تمام. هي برضو مش راضية تتكلم. تمام. انا مش عارفة كرم مديد. انا كنت متخيلة ان الكرم مديد ده هما بيقولوا انها اكلة بتدفي وبتتعمل في الشتاء بس. فانا كنت متخيلة انها اكلة مسكرة بس لا طلعت حادقة. يعني بيحطوا فيها ملح وكربونات وحاجات كده. انت حطيتي زيت صح؟ اه تمام. هيبقى ماسك. ليه مش عارفة بيبقى أكلة فمش متوقعة. ماشي اهو كربونات. مضربة بعض. لا والله بعض. لا نضب دراع النسوي. اوكي ده كده. وتكني في السوا نار كده يا هو مش هيك. انظر هنجرب دلوقتي الكرم جديد نشوف طعمها عامل ازاي. مش حلوة ومش حادقة. طعمها عادي بس انا حاسة انها لو كان عليها سكر او عليها عسل كانت ممكن تبقى احلى بكتير. وسايبة طعم الحلبة في الاخر كده بيبان. لكن هي في العادي ملهاش طعم.
موضوع بتدفي او ما بتدفيش ده هيبان بقى كمان شويه، لسه هنشوف. المفروض ناكلها بالراحه كده، من ما ناكلش على طول مره واحده عشان سخنه ما تلسعناش يعني. تعالوا النوبه يا جماعه، تعالوا النوبه جربوا الاكل النوبي وشوفوا شوفوا الناس، شوفوا الدنيا. الدنيا هنا حلوه والاكل حلو والشاي حلو وكل حاجه حلوه. تعالوا خلاص خلصنا اكل والحمد لله شبعنا زي الفل. تعالوا بقى نجرب نشرب الجبنه. الجبنه شربتها قبل كده كتير وشفتوها معايا في فيديوهات زي الفيديو بتاع حلايب وشلاتين وغيرها من الفيديوهات اللي كانت موجوده ومتصوره في البحر الاحمر، بس تعالوا نجربها المره دي في اسوان نشوف مختلفه ولا لا. ده البن الاخضر عندنا تمام، ده اللي بيتحمص. طيب بيتحمص بيبقى كده، بنشوف مع بعض بيتحمص ازاي. في بيتحمص في الجنب بيتحمص ايه صح كده؟ انا بحمصه اه، هو مخرم من تحت عشان الحراره النار عشان يتحمص. ماشي بصوا، اول حاجه هي بتاخد حبوب القهوه وتبدا تحمصها، وبعد كده تبدا تطحنها، وبعد كده تغليها، وبعد كده تحط عليها البهار. فتعالوا نشوف كده الخطوات بتاعت الجبنه بتتعمل ازاي من الاول. فاكرين قبل كده كنت وريتكم ادوات الجبنه بتاعت العباب ده في الفيديو بتاع القصير؟ تعالوا بقى نشوفها في اسوان بتتعمل ازاي. بحب المقياس التخدير ده. ايه بقى اللي انت حطيتيه؟ ده جنزبيل. جنزبيل؟ اه جنزبيل مطحون. تمام، حط حاجة تانية؟ اه حط ايه بقى؟ عندنا الخلطة السرية. ايه الخلطة السرية؟ طب ما تقوليلي ايه الخلطة السرية؟ لا ما بنقولش الخلطة السرية. ايه ده معقول؟ بس فيها يسرى يا جماعة مش راضية تقول الخلطة السرية. شكرا يسرى. طب ده ايه الابيض ده طيب؟ ما دي الخلطة السرية اللي انت مش راضية تقولي عليها؟ اه تمام. انا ماشي بنضيف حبه سكر عشان يتعجد في النار معاك. طبعا تقولي لي السكر لكن ما تقوليليش الخلطه السريه. لا ما بقولش. حويطه انت يا قوي. اضيفها كده عشان اشوف طعمها ازاي. تمام استوت صفيها. انا اقدم حاجه واحد من البيت عندها دوت النوم بصفيها. كده جهزت عندنا الجبنة تمام، اتعقمت وسخنت. ايوه كده سخنت جدا. البخور بنحطه فين بقى؟ بنحطه في المخبر الصغير بتاع الفخار ده برضه. بنحطه مع الجبن؟ اه مصنوع من نفس الماده المصنوعه منها من الجبن. مش فاهمه الموضوع ده. انا بص شفتها في البحر الاحمر كتير فما شفتش الشغل العالي ده. ده شغل فنادق ده بقى. لا عشان ننظر. بتحب الجبنه بنعملها لين بيزوق. شكرا يا دي الجبنة يا جماعة. المفروض ان احنا بنشيل دي كده. حاسة ان انا وقعت بس تمام يعني. كفاية كده؟ بتتغطى تاني ولا خلاص؟ بتتغطى؟ No sugar. You don't need sugar? طعمها طعمها مختلف عن اي جبنه جربتها. مفيش فيها السبايسز او البهارات الحراقه اللي كانت موجوده في الشلاتين ولا اللي كانت موجوده في سفاجه. سفاجه كانت حره والشلاتين برضو كانت حره، تقريبا كانوا حاطين فيها فلفل اسمر او شطه حاجه كده، بس دي مفيش فيها ده. بس فيها طعم مختلف. وهي دي تقريبا الخلطه السريه اللي يسرى ما رضتش تقول لي عليها، صح يا يسرى؟ بالظبط كده.
لو تاخدوا بالكم من حاجه وهي جايه بتقدم القهوه كانت حافيه ما كانتش لابسه حاجه في رجليها، وده مقصود لان دي عاده من عادات وتقاليد اثيوبيا وهي احتراما للقهوه وتقديسا للجبل. هم بيشوفوها ان هي نعمه من نعم ربنا، فان هو يقدمها الشخص اللي بيقدمها يقدمها وهو حافي وينزل على ركبه ويحطها كده، ده نوع من انواع الاحترام والتقديس للقهوه. فالناس دي دماغ يعني مش اي حاجه كده خلاص يعني. خلاص خلصنا جولة الأكل النوبي في أسوان النهاردة. يعني أتمنى يا رب يكون الفيديو ده عجبكم ويكون وصل لكم قد إيه أنا كنت مبسوطة في جامايكا جيست هاوس واستقبال الناس، وإن أنا دخلت وسطهم كده وشفت الأكل بيتعامل إزاي والمطبخ بتاعهم زي ما هو كل يوم عامل إزاي والأكل اللي عملوه. أنت عارف أنا طفصة بحب الأكل، بس أنا اتبسطت بصراحة الكرم مديد والقري والجبنة والحاجات دي كلها. وما تنسوش لما انتوا تيجوا هنا، انتوا لازم لما تيجوا هنا تعيشوا التجارب دي، لازم لما تيجوا تسألوا على الحاجات دي وتجربوها بنفسكم عشان تحسوا ان انتوا فعلا سافرتوا النوبة، ان انتوا فعلا جيتوا النوبة وشفتوا اهلها بيتكلموا ازاي وعايشين ازاي وثقافتهم عاملة ازاي. يعني يا رب تكونوا انبسطتوا. ان شاء الله هنزل فيديو برضو تاني قريب من اسوان، فدمتم ملففين واشوفكم في لفة جديدة قريب ان شاء الله. سلام.